مساكم الله بالخير. صورت الفيديو هذا كامل للمرحلة الأولى من الدي ال سي، وبعد ما خلصت اكتشفت انه ما في صوت. الحين قاعد اسجل بوست كومنتري. مرحبا بكم مثل كالعادة، يعني فيديو اخر. انا المرة هذه كنت بسوي الجزء الاول من الدي ال سي وسويته فعلا، و دي ال سي مثل ما قلت قبل صعب، والبوس الاول هو اللي اعتقد يعني بيوقفون ناس وايد عنده، والفيز 1 منه تحديدا. و له طريقة معينة، هو لو تبعتوني يعني نفس البيلد، هو البيلد يعني العادي هذا مثل ما يقولون كواليتي بيلد، بيكون سهل، يعني بتكونون يعني مش انه سهل، بيكونون يعني الكاركتر كيبابل. فاني جيت انا ارويكم الايتم اللي تحتاجونها للدي ال سي، ايوه بلاد درانك هانتر، وتروحون لمقدالة هنا. المقدالة بيشلكه وبيستوي كاتسين بيودينا للدي ال سي الاول. المهم انا في الدي ال سي هذا طوفت الوحوش كالعادة، يعني خليت ايتمز وايد. رحت على طول من المنطقة الاولى اللامب الاول على طول للايتم المهمة عشان نكمل اللعبة يعني، و للاختصار الاول سيدة. فبتشوفون يطوف وحوش وايد، وبتشوفون ايتمز وايد ما اخذتن، لكن انتو تقدرون تتبعوني في الفيديو بالضبط نفس ما سويت، ومن عقبها تروحون تستكشفون المكان. يعني لو رحتوا للبوس ذبحتوا البوس بتكونون يعني سويتوا خير في اعماركم، تغلبون البوس من اول مرة واستكشفونه على راحتكم. المهم انا اهم شيء عندي هني اني اراويكم البوس كيف تغلبونه. فبتشوفوني من هني بطلع بحط البلو الكسر. البلو الكسر يساعد يعني استعمله مرتين انا هني، و الحين رايح للايتم المهمة مش هني، الحين رايح للكاب الدرع، يعني عجبني شكله احطه مع ال هذي الطاقية الكاب اللي على هذا الهنتر، هي اخذها انا احطها مع الشارد سيت. حلو شكله عجبني هذا الولد هنتر كاب. ف الحين بروح للايتم، الايتم المهمة نسيت اسمها اي اوف سمثينج، هاي الايتم نحتاجها عشان لفت الليفيتر عقب. تشوفوني هنا اطوف هذولا، لو رحتوا يسار من المكان هذا يسار هني، لو رحتوا هني يسار في ايتم هناك الويبن اللي هو البيست كتر تقدرون تاخذونه، بس في عنده هانترز هذولا لازم تغلبونه وحوش وايد. هني هاي اول مرة تستوي لي كذا، في العادة اشرد عنه بس كنت اطالع ورا في الكاميرا، ونفس الشيء اصطكيته هنا عند هذا الكثولو. تشوفون ما اشرد عنه ورديت هذا. ف هو في العادة يعني هم محتاجين انتو كل هذا تنضربون كثر ما انا انضربت، المفروض يعني اسويه بدون ما يضربني اي شيء. تشوفون عند الثيرك بيست هذا، هاي الايتم في يده اي بندنت، الاي بندنت نحتاجه عشان مثل ما قلت الليفيتر عقب لازم تكون موجودة عشان يتحرك عقب البوس مش هني. ف هني بطوف مثل ما قلت من المكان هذا، وبروح للتفقان هني. هني التفقان هاي تحذروا منها، شوفوا ضرباته لانها تقتلك اعتقد يعني وان هيت لو ضربنك او يبقن شوي من الدم. فيت هني ورا عنها رقابة ورحت سووا كذي انتو. هني بستعمل بلو الكسر
عشان ابو مطرقه. ابو مطرقه هني هذا اقوى في نظري انا، اقوى هنتر من هذول الجينيريك هنترز يكوها، حتى يعني دمه اعلى منها والدمج ماله اعلى منها. واطلع من الباب هذا، لو رحتوا يسار فيه بيست، ريال بيست وهو هنتر، هذا عنده البيست امبريس هاي تقدرون تيبونها عقب لو عندكم بيست بيلد، يعني مش من عنده تيبونها، تيبونها من عند بوس بنسوي بعدين ان شاء الله. فهني تروحون تلاقون هذا سيمون او سايمون، لا تضربونه، هذا فريندلي ام بي سي، كلمه باختصار على اليسار. بروح ابطلها الحين. ايه من تيون الاختصار هذا الاول، هذا من عند اللامب الاول. روحوا استكشفوا اذا تريدون، لكن انا شو اريد؟ اريد اروح للبوس الاول على طول، في لامب عند البوس الاول ابى اخذه واجرب البوس وصارع البوس. هني فيه جلاف راح تجيبه، هذا حق البيست هود فيها عاليه لو تبون يعني. و بروح لللامب على طول، اللامب هذاك عشان اجرب البوس. على اليسار اخر شيء في هنتر، على اليمين هني شفتوا هذولاك المجمعات عندهم تكمله اللباسه هذيك اللبس. هني استعمل بلو الكسر واروح عن هذول الوحوش، في ايتمز يسار وحوش، لكني لا اي هني على طول اطول، يعني ما في اشوف اي هدف تصرعون الا اذا في ايتم تبونها. هني في اكثر من ايتم تقدرون تجيبونها، لكني انا طورته. هني كنت اقولكم في السيف، هكو تشوفونه او سيف، هو سلاح تقدرون تنزلون تحت تجيبونه، بس عنده ريال قوي بعد هنتر قوي تصرعونه. هني انا رايح لللامب الاول، هالكثولو هذا اللامب اللي عند البوس، والبوس في المكان الاريا اللي بعد هذه على طول. لو نزلتوا تحت اظن في سلاح ثاني بعد، انا ما نزلت، كان همي البوس اشرحه، همي اوصل عند البوس اصارع البوس، لانه يعني في رايي انا the biggest wall في الدي ال سي. تيون هني عنده هذا الصغير، كل مرة يعطيكو 5 بلاد فايلز، فلو تبون تقدرون تجمعون من عنده كل مرة بخمسة بلاد فايلز، كل مرة 5. المهم البوس هذا يمكن مت عنده 100 مرة بدون مبالغة في الفيز الأول، بس ما وديته للفيز الثاني. الفيز الأول هو الصعب، بحاول أشرحه الحين. تشوفون في البداية عند الأتاك هذا يوم ينقز، لفوا عند الأتاك وركزوا على ريوله، تشوفون يوم تسوون ريوله يستوي ستاجر، ضربوا الراس يستوي ستاجر بعد. فلو ركزتوا عليه وصلته 5 هيلث 50% انت توصلون 50% يبدا فيز 2. فيز 2 تشوفون في ريل صغيره قدام هذا، الريل الصغيره هذه انا مركز عليها ويستوي له الفسرة الاتاك، وبكل بساطة مات البوس. الفيز 2 هو الصعب، لو سويته بالضبط نفس ما سويت طبيعي بتغلبونه. انا هنا انتبهت للريال هذا على اليسار، اول مرة اشوفه، ما قد شفته ابدا، مستغرب كنت اتكلم عنه. هذا اول مرة اشوفه، ولا مرة صرعت البوس وشفته، ولا مرة شفت حد يصارع البوس وشفته، استغربت يعني. يمكن في العادة يقتله البوس وما ندري به، لأن البوس يكسر المكان كامل هذا. بتفهمون شو أقول أنا يوم بتروحوا ولا تصارعونه، يعني كواحد جديد على اللعبة بيكون صدق يعني وول هذا البوس. المهم لو رحتوا لكلمتوه بالتشيرش سيت، انا هني كنت اقولكم روحوا استكشفوا بعد البوس هذا، خلاص استكشفوا المكان، يجمعوا الأسلحة، في أسلحة ممتازة اس السترينث سكيلينج مالها اس، في السلاح اللي عند البوس الحين بنيبه اس سكيلينج، اظن اعتقد اس في الاركين
هو هني قاعد اشرح ال قاعد اشرح البوس كيف تصارعون يطالع المفروض يعني اشرح كتابة مع اديتنج. انا ما اعرف اسوي اديتنج، ان شاء الله في فيديوهات من المستقبل اذا اعرف اذا تعلمت بسويها. فلو رحتوا للبوس كلمتوه بالتشارج ست بيبين بيسألكوا اسئلة وكذي، لان هذا لودويغ هذا مش ذا فيرست هانتر، هو كان الهانتر يعني القائد التشيرش. المهم عنده سلاح، لو ذبحتوا الراس هذا بيعطيكوا لودويغز، مو بلودويغز هولي بليد، مو لايت هولي بليد. انا ذبحته بدون ما اكلمه، بتشوفون بيعطيني اياه هولي مون لايت سورد. هو مون لايت جريت سورد، هذا موجود في جميع العاب فروم سوفت، دارك سولز 1، دارك سولز 2، دارك سولز 3، ديمون سولز موجود فيهن مون لايت جريت سورد، وسلاح ممتاز اركين. وفي دارك سولز وهذيل سكيلينج مع الماجيك يكون وحلو. انا ما قد استعملته لا في هذه ولا في هذا لك، مع اني سويت في دارك سولز 1 ماجيك بيلد بس ما قدرت اقص ذيل سيث، هو تيبه من سيث تقص ذيله ويعطيك اياه. المهم هني برجع للهنترز دريم، وين رايح؟ برجع للهنترز دريم، وانتو بعد البوس هذا تقدرون تروحون تستكشفون. واذا فعلا عندكو يعني اسئلة تبون فيديو للموف سيت مالته، مع اني احس مو بلازم، انا بروحي يضغطني البوس هذا، لكن اللي تبونه ركزوا على المرحلة الاولى الفيز 1. تعدوا الفيز 1، فيز 2 سهل ما يتحرك وايد، يعني فيز 2 واقف ضرباته يعني سوفيستيكيتد على ما قالوا، سوفيستيكيتد ما اعرف اذا تنقال كذي تنفع الكلمة هذه. المهم فيز 1 ركزوا على الريول، على الراس، ستاجر هو اللي ينفعكم. هو فيز 2 الريل هذيك الصغيرة ريولة تقدرون تسوي له فيسرال اتاك، وشفتوا مثل ما شفتوا في الفيديو بسيط. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.